أتوجه مرة أخرى للسيد إبراهيم عربي. سيد إبراهيم، فيما يتعلق بهذه الإمدادات، الحقيقة قدم لها السيد عمار بشكل مفصل وكيف بدأت والآن كيف انتهت، لكن الوضع الحالي للميليشيا، هل ما زالت الميليشيا في وضع تتلقى فيه نفس الإمدادات بنفس الطريقة التي كانت تتدفق إليها الإمدادات والمساعدات العسكرية واللوجستية كالسابق، أم قلت أو انقطعت؟ كيف تصير هذه الأمور؟ نعم سيد إبراهيم عربي. أولا تحية للزميل عمار العراقي، وهو كاتب معروف، وهذا الكتاب الرسالة انقطع. أنا عمار تحية لكم. العموم لما بدأت الحرب، بدأت القوات الصليبة عندها حوالي 40,000 من القوات الصليبة، من عدد 120,000 مقاتل كانوا موجودين، يعني فات 320,000. لما بدأت الحرب بدأت 120,000 أو حوالي 110,000 مقاتل، منهم 40,000 كانت قوة صليبة موجودة عندهم. كان حوالي 10,000 مركبة قتالية، وكانت تسعيرات كلها دفع رباعي، وما بينه حوالي يعني 2000 ثنائي رباعي، وحوالي 6,000 كان يعني دوشكا، وكان عدد من الذخيرة وعدد من البنادق الرشاشة والكتاشات وغيرها، وفيها حوالي 100 صرصر كان موجودة. وهذه الصفقة المفارقة، وأنه كانت جاية من الإمارات، يعني كانت صفقة مدعومة من الإمارات أمر الميليشيا. فيبقى أنه التسليح، يعني كل العملية واضحة جدا بأنه التسليح الآن أثبت، كل التقارير أثبتت بأنه الإمارات مشاركة أساسية في هذه الحرب بالدعم والتمويل والتشويه. حتى أمس في جبل موية وقبض بأنه بعض الأسلحة من الكورنيت. الكورنيت ده أصلا هو عبارة عن سلاح هجومي، سلاح طبعا مضاد للدروع ومضاد للدبابات، وهو سلاح روسي وتسرب بطريقه او باخرى، او ربما روسيا ادتها، او ربما عن طريق الجيش الروسي، او عن طريق ميليشيات الاخرى المعاونين معاون فريق باغنر. وبطريقه او باخرى المهم وصل لهذه المناطق، وصل لجبل موي امس، وقبضت حتى الديباجات اللي كانت موجوده على الاسلحه، كان موجوده الذخائر، كان موجوده فيها خاص بدوله الامارات، وحتى أدوية، وفيها ما زال المركبات، وفيها الوقود الكبير، وفيها الأسلحة الكبيرة، وفيها أسلحة كبيرة جدا جدا وأسلحة حديثة، كلها تؤكد بأن التشويه كان موجود على مستوى كبير جدا جدا ومخزن في مناطق. ومن منطقة جبل موية طبعا الميليشيا عملت كلها ثقلة على أساس أنه يكون منطقة بتاع التشويه. الآن على الواقع الطرق تقفلت. أنا حتكلم عن منطقة بتاعت شمال دارفور، عندها حدود جنوب غرب دارفور، عندها حدود، ودي مناطق الان مقفله. بعض المناطق بتاع الشات كان بتمر عبر منطقه المثلث، ومنطقه المثلث فرض عليها القوات المشتركه الان اياديها، وكان بيتحرك. اصبحت هنالك في تحرك عن طريق بتاع الطياره، في طياره ريش يوشن دي طياره مؤجرها الامارات، لحد اول كان موجوده في منطقه بتاعت جبره في منطقه الشمالي كردفان، وضربت يمكن او حصل لها حادثه ولمت، وكلنا يمكن كان شاهدنا المساله دي، وانه لا زال فيها المساله بتاعت معلومات دي الساعه ما اكتملت. فكان التشويه مستمر عبر الطيران، لكن التشويه الاكبر كان موجود عبر الحدود، والان لا يعني توقف الان ما في تشويه عبر الحدود. وانا افتكر بان الميليشيا الان اصبحت تستخدم الاسلحه المخزنه الباقيه عندها الموجوده عندها. في صحيح غنمت اسلحه كبيره جدا من الجيش، باعتبار ان الجيش كان جيش طبعا عمره 100 سنه، والجيش طبعا بيقاتل وله قوه صليبه جدا، وكان بيعرف كيف يتعامل مع الاسلحه بتاعته، كان التخلص منها كان عن نزع. الى اي مدى سيد ابراهيم او غيره يمكن لميليشيا الدعم السريع ان تصمد بما تمتلك من إمكانيات، سواء في أعداد العناصر أو حتى الإمكانيات المتعلقة بالأسلحة والذخيرة؟ نعم تفضل. نعم سيد إبراهيم، سألتك عن مدى قدرة الميليشيا على الصمود بما تمتلكه. نعم سيد إبراهيم، هل تسمعني الآن؟ سيد ابراهيم، الميليشيا الان تحديد مصر، الميليشيا ما عندها اي فرصه الان لتحديد مصر. يتوقع انها تعمل عمليه انتحاريه، وهي اصبحت الان عمليه انتحاريه هي موجوده، اصبح
الآن هي تزيد ما تبقى من الجنود الموجودين عندها في عمليات انتحارية في هجوم على بعض المناطق في مقابل الترسانات في الجيش وفي مقابل منطقة الحصار الموجودة كما هو يدور الآن في منطقة ساعة الديدر ومنطقة ساعة السوكي بشكل أو آخر الهجوم على السنار وتأمين منطقة سينجا على أساس أنه دي المناطق الجنوبية المتبقية للجيش أن يحررها والجزيرة هذه منطقة الجزيرة لأن الجزيرة هي منطقة وسط وهي منطقة كبيرة واسعة جدا وفيها أسلحة موجودة في المنطقة عدة مناطق ومن لما الجيش عثر على كمية من الأسلحة موجودة في بعض المناطق والآن الميليشيا ما عندها مقدرة بتاعة مقاومة لكن ممكن يكون عندها عمليات انتحارية ممكن تستخدم عمليات يعني هو الآن استخدموا المخدرات يعني استخدموا الآيس من المخدرات وغيرها يمكن في جبل مويه شاهدنا أنه كمية من المخدرات موجودة في الكراتين وواضح بأنه الآن الشباب الموجودين اللي حاربوا في وسط الميليشيا ميليشيا الدعم السريع الله الآن هم كلهم مخدرين كلهم يعني في حالة غير حالة اللاوعي ولذلك نتوقع منهم تكون في عمليات انتحارية لكن أنا فكر أنه الجيش بحصيلة الوافد تحت أكثر من 100 عام أو 100 عام قادر على التعامل مع هؤلاء لأنهم برضو شباب برضو ذخيرة بتاع السودان ممكن جزء منهم يرجع منه جزء ممكن لا يرجع منه وخاصة بعد ما أنه الآن أصبحت الكتلة الصلبة بتاعت الميليشيا أصبحت الآن لا وجود إلا ما عدا القليل جدا موجودين في منطقة بتاعت الجيلي في المصام الحصري وفي موجود الآن في مجموعة في داخل القصر الجمهوري وفي مناطق متفرقة الآن في مناطق الخرطوم والجيش يتعامل معهم فنعتقد بذلك بأنه الآن الجيش هو قادر يتعامل مع هذه الميليشيا وخاصة بأنه الآن العمل أصبح زي ما قلت العمل الآن أصبح عملية ساعات غوريلا اللي هو عملية ساعات حرب نعم. وحرب مدن طبعا صعبة جدا جدا لكن الجيش فيه متخصصين في المسألة دي والآن إن شاء الله العمليات حتمشي بصورة جيدة وبصورة الميليشيا ما حتتصاعد لكن نأمل بأنه يكون في صوت واعي وصوت عق والآن يكون هناك استقرار أشكرك شكرا جزيلا نعم عشان تدخل وعشان تطلع المسألة شكرا لكن الميليشيا لا حتتصاعد أشكرك شكرا جزيلا سيد إبراهيم عربي الكاتب الصحفي السوداني كنت معي في هذه الفقرة من برنامج في المنتصف كما توجه بالشكر للسيد عمار العركي كان معنا قبل قليل الكاتب الصحفي والباحث في قضايا القرن الإفريقي الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة حتى نلتقي في أمان الله.